بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا شباب نكمل بقية اللابات الخاصة بالسن سيكيورتي لاب. خدنا المرة اللي فاتت الريموت اكسس في بي ان، تمام كده، واتفقنا ان الفي بي ان عندنا نوعين، في سايت تو سايت وفي ريموت اكسس. خدنا احنا السايت تو سايت خلاص، وخدنا الريموت اكسس، بس اتفقنا ان الريموت اكسس في منها نوعين، تمام كده، في حاجه اسمها ان كونكت وفي حاجه اسمها كلاينت ليست. طب بقى احنا كلاينت ليست دي المره اللي فاتت دي اللي هي ليميتد اكسس، الراجل ليه صلاحيات معينه بس يخش يعمل حاجات معينه. طب تعالى نديله بقى فول اكسس يخش يعمل اللي هو عايزه، يبقى نضطر نعمل بقى حاجه اسمها ايه، ان كونكت. بس ان كونكت محتاجين ليه يبقى فول اكسس، بس هنحتاج برنامج معين اسمه ان كونكت ينزل على عند العميل ده. ده اللاب اللي هنشتغل عليه اهو، نفس اللاب اللي لسه مطبقين عليه كلاينت ليست. تعالى نكمل بقيه اللاب بتاعنا على اللي هو الـ AnyConnect VPN. طيب هنفتح اتصال مع الـ AEC Firewall. طبعا اللاب ده خلاص انا عملت الكونفيجر حاجات دي، اديت IP الانترفيس، عملت Security Level، كونفيجر الـ AEC Firewall بس GUI، عملت Default Root و NAT و Status of VPN دي كنا عملناها في اللابات اللي قبل كده، والريموت اكسس عملنا الكلاينت ليست لسه لي بس الـ AnyConnect. طبعا لو عايز تراجع الكلام اللي فوق ده راجع بقى في الفيديو رقم 15، ولو عايز تراجع الكلاينت ليست ده في الفيديو الاخير اللي احنا لسه رافعينه، تمام، الفيديو تقريبا هيبقى رقم 19 او 20. طيب تعال نشوف الاني كونكت ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ادي الجهاز بتاعنا اهوت اكس بي 1، فاتحين الاي اس دي ام، نفتحه من هنا، ادي صفحه الاي اس دي ام الرئيسيه بتاعتنا. عايزين نعمل اتصال دلوقتي بدل كلاينت ليس اني كونكت بقى يخش يعمل اللي هو عايزه. هعمل الكلام ده ازاي؟ قائمه وزارد في بي ان وزارد، كبر بس الشاشه الاول، هنا مقيمة وزارد في بي ان وزارد، وهنختار المرة دي اني كونكت. نكست. قال لي طيب البروفايل نيم بتاعك هيبقى اسمه ايه؟ هنعمل بروفايل مثلا ريموت يوزر، ريموت يوزر، بس ده هيكون فول اكسس. الراجل ده هيبقى ليه صلاحيات كاملة يخش يعمل اللي هو عايزه، تمام. طبعا هيجي من الاوتسايد من الانترفيس اللي بره. نكست. طب هتشتغل معاه ايه، اس اس ال ولا اي بي سيك؟ في الغالب هنشتغل معاه الاس اس ال اللي هو سكيور سوكت لاير. عايز اشتغل الاثنين مفيش مشكله، بس في الغالب الاي بي سيك ده للناس بتوع اللي شغالين سايد تو سايد في بي ان، تمام. نكست. هنا بيقول لك كلاينت ايمج، طب العميل ده محتاج سوفت وير معين ينزل عنده، تمام يعني كده. انا مش معقوله كل واحد هيجي لي هقعد اعمل له سيت اب للسوفت وير عنده، اديله فلاش عليها السوفت وير او حاجه، لا، فانا هحط له السوفت وير، هحط له البرنامج اللي هو المفروض ينزله، هحطه له على الفاير وول نفسه، بحيث هو اول ما يحاول يفتح اتصال مع الفاير وول ده، تمام يعني كده، الفاير وول يقول له اتفضل نزل البرنامج ده عندك، ويبتدي يسطبه عنده مباشره على طول. تعال نشوف الكلام ده. هنا هنيجي هنا اهوت، بيقول لي طيب فين النسخة؟ فين نسخة الكلاينت ايمج؟ فين النسخة اللي هي أول ما اليوزر ده يحاول ياكسس عليا ابتدي اديله البرنامج ده؟ طبعا اقول له اد، الملف موجود عندنا براوز فلاش، لو انت كنت حاططه في الفلاش مسبقا بتاعة الفاير وول، بس احنا مش انا مش حاطه في الفلاش، انا حاطه على جهاز الكمبيوتر لوكال. هنا حاطينه تقريبا سي اف تي بي روت، لا مش حاطه هنا. طيب تعال نحطه له، هنجيبه منين؟ هات مثلا هنا ماي كمبيوتر اهوت تي اف تي بي روت مثلا او اي مسار، هتلاقيه موجود عندنا سين اي سكيورتي تولز اي اس اي في بي ان في النهاية، تمام كده. ادي برنامج الاني كونكت، هتلاقي فيه اكتر من اصدار موجود معاك. لو هو دوت اي اكس اي يبقى ده انت هتديه للعميل يستطبه عنده على طول، تمام، انت اللي هتديه للعميل يستطبه، لكن ده دوت باكج ده يعني انت هتحطه على الفاير وول، تمام. في منه بقى كذا اصدار 2.4 2.5 3.1 على حسب الاوبريتنج سيستم اللي عند الشخص ده. في منه ده نسخه اكس بي، فكفايه عليه اول نسخه الصغيره دي اللي هي 2.4. عايزين نحطها بس على اللي ورانا ده، الجهاز الاكس بي. في هي الدنيا ما انا متلخبطه ليه كده، هذا تي اف تي بي روت اهو،
ولا الجهاز الحقيقي. اسحب دي هنا. الدراج اند دروب مش شغال. كوبي بيست. تمام، ادي الملف بتاعه. تمام كده، هروح بقى اشاور له عليه هنا. نرجع بقى يا شباب، مش عايزين نتلخبط. احنا كل اللي احنا عملناه جبنا واخترنا من قائمة وزارد. تمام كده، واخترنا ال VPN وزارد، بس اخترنا اللي هي ال AnyConnect. طيب هنا الملف بتاعنا اهوت براوز. احنا اتفقنا ان احنا حطيناه فين؟ هنا في السي TFTP root. ادي الملف اهو AnyConnect اهو. سلكت ده البرنامج اللي عاملها ينزله. ابلود. تمام، قال لي خلاص الملف كده اتعمل له ابلود على الفلاش. خلاص اوكي. اوكي تمام، نكست. هنا بيقول لي طب الاوثنتيكيشن هيتم ازاي؟ تمام كده، هو مش اي حد يفتح معايا اتصال. هنقول له لا، التريبل اي سيرفر بتاعنا هيبقى لوكال. احنا كنا عاملين يوزر نيم محمد واحمد قبل كده في الكلاينت ليست. تعال نزود واحد جديد مثلا اسمه علي، والباسورد بتاعته ساي اي مثلا. المفروض علي ده هيبقى ليه فول اكسس. تمام كده، لكن احمد ومحمد دول كان ليهم ليميتد اكسس. اد 4 مش هو اسمه علي، يعني نعمل ايه؟ هو عايز الاسم يكون اربع حروف على الاقل. هنسميه ايه؟ بلاش علي ده، نسميه احمد ومحمد. تعال نسميه اي حاجه. ايه؟ حسن مثلا. تمام، ات او حسان تقريبا. نكست. طيب الاي بي فيرجن 4 ادرس بول. الراجل ده دلوقتي انت بتقول ان انت هتديه او هتديله فول برميشن. يعني الراجل ده دلوقتي هيجي من جهاز هنا هيحاول ياكسس الشبكه الداخليه بتاعتي، هيعتبر عضو جوه الشبكه الداخليه. يقدر بقى يفتح الويب سيرفر، يفتح تي اف تي بي سيرفر، يفتح اكس بي واحد، يشير ملفات معايا او ياخد ملفات متشاره منه، اكنه بالظبط بقى عضو هنا. ما هو بعدين هتدخله جوه الشبكه، اديله اي بي بقى في رينج النتورك الداخليه. لما يشتغلش بالاي بي 3 ده، لما عايزين بقى يشتغل بالاي بي حاجه برايفت جوه. تمام، فهنا بقول طيب اليوزر ده لما يجي من بره هديله اي بي كام؟ هنعمل له نيو، هعمل بول مخصوصه كده خاصه بالريموت يوزر. ريموت يوزر اي بي هبتدي من اول 192 168 واحد مثلا 100، يعني دي 192. تمام، وهنتيها عند 192 168 واحد 200 مثلا. يبقى اي يوزر غريب هياخد اي بي من 100 ل 200. والسبنت ماسك بتاعه كذا، يبقى انا كده سامح ل 100 يوزر غريب يخش عندي 55. تمام، نكست. الدي ان اس سيرفر اللي هياخدوه وليكن بتاع جوجل. نكست. هتستثني الترافيك ده من النت؟ اه طبعا. تمام، نش نكست نكست. خلاص هو كده خلص فينش ما شاء الله. قول دي اول ما المفروض كنا هنطبقها. سند. تمام كده، المفروض الكونكشن كده خلاص او الكونفيجريشن كده خلصت. طب عايز اتاكد، يعني اتاكد كده نفتح بقى الجهاز اليوزر اللي هو البعيد ده اللي هو الريموت يوزر ده. عندي بالنسبه لي هو اكس بي 2. نتاكد بس واخد اي بي ولا لا. واخد اي بي اهو. تمام، طب قادر يطلع على النت. نعمل بنج كده على الاي سي بي 3331. تمام، يبقى انا كده اتاكدت ان اليوزر ده قادر يوصل على الانترنت. نتاكد بقى ان هو قادر يخش جوه الشبكه الداخليه دي. طيب نفتح اليوزر تاني، يفتح الويب براوزر بتاعه، هيكتب https. تمام، ويكتب الاي بي 111111. ده اي بي الفاير وول، الاي بي البابليك بتاع الفاير وول ده. تمام كده. طيب اوكي. هنا بقى قال لك دلوقتي البروفايل بتاعك لوجن، انت في حاجه اسمها ريموت يوزر فول اكسس. تمام، دي الجروب اللي احنا كنا عاملينه. اليوزر نيم والباسورد ايه؟ تعال، احنا كنا كاتبين اليوزر نيم حسن والباسورد سي اس اي لوجن. تمام، الراجل ده دلوقتي شاف البلاتفورم ديتكشن بتاعته، هيبتدي ينزل له
حاجه اسمها الاكتيف اكس انستول. شايف هنا بدا بقى ينزل معايا برنامج الاني كونكت اهو، تمام كده عشان يشتغل معايا. اهوت بيحاول ينزله اهوت، يس بيحاول ينزل برنامج الاني كونكت اللي انا حطيته على الاي سي فاير وول. وان مينيت يلا يا عم خلاص خلص. يلا 9 ثواني تمام. سيبنا يا شباب بس هو بيخلص. خلاص كده تم تنزيل البرنامج اهوت، هيفتح معايا الصفحة بتاعة تنزيل البرنامج العادي. ده كده هو يعتبر دون عمل داونلود للملف اللي موجود على الاي سي فاير وول، وهبتدي بقى ينزله على جهاز الكمبيوتر بتاعي. معلش بس بياخد وقت شوية. تمام قال لي كده خلاص الكونكشن بتاعك خلص وبقيت كونكتد دلوقتي. وقول لي عشان تعرف تكونكت ولا لا، هتلاقي في ايقونه كده تحت في الديسكتوب في التاسك بار بتاعك. انا لو قفلت ده بقى دخل دلوقتي، فعلا في كونكشن تحت اهوت. لو فتحته ده برنامج الاني كونكت بتاعي، قال لي انت دلوقتي عامل كونكت دلوقتي تمام كده مع الاي بي 1111 تمام كونكتد. وشاف واخد اي بي كام؟ 192.168.1.100 في الرينج اللي انا قلت له عليه، مش انا قلت له خد من 100 ل 200 تمام. والادرس اللي انا واصل بيه 1111، ودي عدد البايتس اللي انا بعتها او استقبلتها، والكونكشن مفتوح بقاله كام ثانيه تمام. ودي معلومات عن اصدار البرنامج بتاعه. طيب دلوقتي لو الراجل ده فتح اتصال دلوقتي مثلا، انا مشير ملف مثلا مع اكس بي 1 ده، اكس بي 1 اهوت اللي هو اليوزر ده تمام، مشير ملف معين مثلا. جينا مثلا على ده مثلا، او في ملف متشير جاهز تمام كده سيسكو اي بي كوميونيكيتور بتاع الفويس. لو جينا هنا قلت له باك سلاش 192.168.1.5، 1.5 ده اللي هو الاكس بي 1، افتح الاتصال معاه قال لي مفيش مشكله مش ادي الملف الشير بتاعك اهو. يبقى انت كده تقدر تعمل اي حاجه جوه النتورك دي، تاخد بقى ملف شير، تفتح الويب سيرفر، تفتح تي اف تي بي سيرفر، مش مشكله. انت بقيت اكنك عضو دلوقتي جوه الشبكه، الريموت يوزر ده دخل كده اكنه بقى عضو جوه الشبكه الداخليه دي. تمام تمام. طب لو عايز انا من الفاير وول اراقب اشوف مين اللي داخل عندي دلوقتي، لو عايز تراقب عادي هتفتح بقى قائمه المونترنج تمام كده، وهتختار السيشن بتاعتك في بي ان من هنا، وبعد كده سيشن، وتقول له انا عايز، مش عايزين بقى الكلاينت ليست، احنا عايزين دلوقتي الناس بتوع الاني كونكت فلتر. قال لي خلاص ماشي، في واحد اسمه حسن دلوقتي تمام كده دخل بالاي بي، واخد اي بي 100 لكن هو في الاصل الاي بي بتاعه 33، ده البابليك اللي هو جاي بيه تمام كده. شغالين كلاينت ليست اس اس ال تمام كده، ده اسم التنل اللي هنشتغل بيها تمام. بروتوكول الانكريبشن هنشفر بحاجه اسمها الار سي 4. لوجن تايم عمل لوجن في الوقت الفلاني، وهنا عدد الباكيت او عدد البايتس اللي استقبلها او بعد تمام. طب لو عايزين نعدل، عايز اعدل في حاجه معينه تمام كده، عشان نعدل هنفتح بقى قائمه كونفيجر تمام. ريموت يوزر في بي ان، ريموت اكسس في بي ان تمام كده. عندك ريموت يوزر تمام، في هنا نوعين، كبر بس الشاشه لان انا ما عدتش شايف. هنا في الاني كونكت اهوت تمام كده، في عندك الاني كونكت وتحت الكلاينت ليست. احنا مش عايزين كلاينت ليست في حاجه دلوقتي، احنا عايزين الاني كونكت ده تمام. ادي اني كونكت يوزر اهو، احنا سامحين ان هو يخش من الانترفيس الاوتسايد تمام كده. وده البروفايل اللي احنا عاملينه تحت هنا، ريموت يوزر مش ده البروفايل،
ده البروفايل كونكشن بروفايل بتاعنا. تمام كده ريموت يوزر فول اكسس، والاوثنتيكيشن معاه هيبقى بالتريبل ايه بس لوكال. طيب ايه تاني هنا ممكن نعمل حاجة؟ مفيش هنا حاجة ممكن نعملها. ده البروفايل اللي معمول. هنا كونكت كلاينت سوفت وير. سوفت وير اهو، افرض انا دلوقتي النسخة دي بقت قديمة عايز انزل نسخة جديدة، مش مشكلة ضيف له انت بقى. تمام كده عايز تضيف له برنامج جديد او نسخة جديدة. جروب بوليسي، دي البوليسي اللي هتطبق عليهم بس، تاني مفيش حاجة تانية نقدر نعملها. تمام ده كده بالنسبة للريموت اكسس في بي ان. يبقى احنا كده شرحنا النوعين الحمد لله بتوع الريموت اكسس في بي ان، سواء كان النوع الاولاني اللي هو كلاينت لس ده في الفيديو اللي قبل ده، تمام، وشرحنا النوع التاني اللي هو انه كده. طب هيفرق ازاي ما بينهم؟ تمام كده هيفرق بناء على اليوزر نيم والباسورد اللي انت عامله. يعني احنا دلوقتي عاملين ثلاثة يوزر نيم وباسورد، عاملين محمد وعاملين احمد وعاملين حسن. حسن ده ليه فول اكسس هيخش يعمل اللي هو عايزه، لكن محمد واحمد مش ليهم فول اكسس. طب وليه؟ اكيد ليه الكلام ده. تعالى كده لو عملنا الكونكشن ده، عملنا ديسكونكت دلوقتي، اليوزر كده فصل خلاص. لو عايز يفتح اتصال تاني بس فول كونكت فول اكسس، هيفتح برنامج الاني كونكت ببساطه اللي نزل عنده اهوت، هذا البرنامج، ويفتح اتصال معايا ويخش اوريدي ان بروجريس. تمام يس، ويفتح اتصال. طب اليوزر نيم ايه والباسورد ايه؟ طب تعالى بقى كده لو فتحنا البراوزر بتاعنا وكتبنا HTTPS برضو 111، بس المرة دي بقى هكتب بتاع الكلاينت لسه اللي انا عملته المحاضرة اللي فاتت. يعني بدل ما اكتب حسن دلوقتي هكتب بتاع احمد ده. احمد كانت الباسورد بتاعته CCNA لوجن. تمام، هل دخل ينزل البرنامج او كلام من ده؟ قال لي لا، احمد ده مسموح له يفتح الويب سيرفر وفايل سيرفر واحد ونيو فايل سيرفر بس، ده اللي مسموح له يفتحه. يبقى كده ازاي الفاير وول هيفرق ما بين الناس اللي داخله كلاينت ليست او الناس اللي داخله اني كونكت؟ تمام كده هيفرق بناء على اليوزر نيم والباسورد اللي انت عملته. تمام تمام كده الحمد لله الجزء بتاع الفي بي ان كده انتهى. هيبقى بس ناقصنا في الفي بي ان ده كده، كده خلاص الفي بي ان خلص. ممكن نبقى ناخد بس بعد اوامر الترابل شوتنج كده سريعا. تمام كده هنشوف الترابل شوتنج بتاع الفي بي ان ده عامل ازاي. تمام نستنى كده ان شاء الله في السلسله ديت اللير 2 سكيورتي، السكيورتي الخاصه بلير 2 والاوثنتيكيشن على مستوى الراوتنج بروتوكول. تمام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.